تمتلك مصر العديد من الثوابت الهامة في سياساتها تجاه العالم الخارجي، من أبرزها إنهاء الأزمات بالطريق السلمية والحفاظ على استقرار الدول. وفي المنطقة العربية تلعب مصر دورا هاما وفاعلا في إنهاء أزمات المنطقة وإعادة الاستقرار، وذلك بما لها من قوة ومكانة كبيرة بالإضافة لدورها التاريخي في المنطقة. إنهاء الأزمات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول مع الحفاظ على استقرار الدول، تلك هي سياسة مصر الخارجية وبعض ثوابتها تجاه العالم الخارجي. هنا في المنطقة العربية تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضفيه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. السياسة الخارجية المصرية تستند تجاه الأزمات في المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات تتلخص في الحفاظ على الأمن القومي المصري وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن مصر واستقرارها، بالإضافة إلى الالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية. وتتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية على تخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وينعكس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية. هذا المبدأ ينطبق على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق. الحفاظ على قوام الدول العربية وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، وترفض مصر أي استغلال للأزمات بين الأشقاء العرب كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. وهكذا فمصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال الممارسات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام أو التفاوض مع القوى المعادية والكيانات الإرهابية التي يتم جلبها لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وعلى الجانب الاقتصادي، سجلت الصادرات المصرية للدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي 2021، حيث وصلت لنحو 9,570,000,000 جنيه، مثلت نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية لجميع دول العالم. وتصدرت السعودية والإمارات الدول العربية المستوردة من مصر بنهاية 2021.